से पूछते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। नहीं भी। और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूं कि इस देश के नाम पे मेरे बाबूजी ने मेरा नाम भारत रखा। अब इतने बड़े नाम के आगे जाति धर्म सरनेम लगा के ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूं। I want to see this again. I want to see the لقطة هي آخر مرة بس. لقطة هي طالع. Okay, ها هذه اللقطة. Okay. باين عليه هني. الفئة يعني قاعد يكبر في العمر. يعني قصته من مراهقته يمكن أو من شبابه إلى ما أكبر سلمان خان. طبعا فيلم بهارت هو ريميك حق فيلم كوري جنوبي اللي نزل في سنة 2014 اسمه Ode to My Father. هذا الفيلم هو فيلم إنساني يتكلم عن رحلة مراهق من مكان إلى مكان آخر وتصادف أمور كثيرة في هذه الأثناء، الحروب والمشاكل اللي صارت في هذه المنطقة. أيضا أعتقد الفيلم الهندي راح يكون نوعا ما في موضوع معين عن السياسة الهندية والسياسة الباكستانية ممكن تتدخل في هذا الموضوع، مأخوذ طبعا كفكرة أساسية من هذاك الفيلم، لكن هي راح يكون في شوية تغييرات على حسب المناخ وعلى حسب البيئة والمكان الجغرافي اللي هم عايشين فيه اللي هي في الهند. سلمان خان هو طبعا بطل الفيلم، والفيلم من إنتاجه هو مشترك مع شركة تي سيريز اللي هي معروفة شركة جولشن كومار. يعني هذا الفيلم راح ينزل في العيد، عيد الفطر السعيد، ودائما أفلام سلمان خان تنزل في الأعياد اللي هي أعياد الفطر. وهذا الفيلم قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات 2016 تقريبا كان في إعلان إنه راح يعملون هذا الفيلم، لكن الفيلم نوعا ما تأخر ونسوا، مش نسوا إنه يعني غفلوا عنه لأنه كان في أفلام ثانية سلمان خان مشغول فيها، لكن رجع مرة ثانية وعمل هذا الفيلم مع المخرج علي زفر اللي عمل له فيلم قبل اسمه فيلم آخر أفلامه كانت تايجر زنداهي. وطبعا الفيلم راح يكون من بطولته سلمان خان مع كاترينا كيف. الفيلم صوروه تقريبا جزء كبير منه في مدينة أبوظبي وضواحيها. طبعا أنا الإعلان بالنسبة لي هذا تيزر وما أقدر أحكم عليه أي حكم. لقطة سلمان خان بالدراجة وعلى الدائرة النارية هذه هو ينقز، يعني ممكن تعطيك لمحة أنه هو يمكن يكون شغال في السيرك مثلا، بس أنه يابوها في الإعلان استعراضية بشكل كبير جدا على أساس أن يستقطب عدد كبير من المشاهدين، الخاصة اللي يحبون سلمان خان، اللي يحبون سلمان خان يحبون هالشغلات هذه. فما أعتقد الفيلم راح يعني يكون بهذا الشكل، خاصة اللقطات السريعة اللي جات والكبر في العمر والأمور هذه تعطيك لمحة أنه راح يكون في دراما. أعتقد هذا الفيلم راح يكون فيلم درامي إنساني، وراح يمكن يذكرنا بفيلم بجرنجي بهايجان نوعا ما، بعيد عن موضوع ريس اللي مر علينا بطريقة صراحة كانت مش حلوة صراحة السنة اللي طافت على مسيرة سلمان خان. فهذا الفيلم أعتقد راح يكون أيضا غير مختلف عن فيلم تايجر زنداهي، في شيء إنساني، بس نوعا ما أنا أتخوف من إخراج ألي زفر. أتمنى أنه يكون شوية متمسك بموضوع الدراما وموضوع الإنسانية في هذا الفيلم. هذا الأفلام يبالها كبير خان طبعا، لكن أعتقد ألي زفر يمكن راح يعني يطلع شوية من موضوع الاستعراضية وموضوع المبالغة في أمور الأكشن وغيرها، ويعطي الفيلم شوية توازن خاص، لأن سلمان خان أكيد الحين محتاج يعمل فيلم
يرضي جميع الأذواق، خاصة السنة اللي طافت نحن نشوف الأفلام الكبيرة قاعدة ترسب وتفشل بسبب إن ما فيها قصة ولا ما فيها يعني شيء يتلامس مع الشعور الإنساني، بل هو فيلم مجرد يعرض لك النجم الكبير. لكن هني أعتقد سلمان خان راح يعرض لنا فيلم درامي وفيلم يكون فيه شوية يعني في شيء إنساني ويستقطب المشاهدين. طبعا أنا راح انتظر الإعلان الرسمي لهذا الفيلم اللي راح ينزل أعتقد قبل رمضان بأيام معينة، طبعا على أساس أنها استعدادا لعرض الفيلم في عيد الفطر السعيد. فشو رأيكم؟ أعطوني في الكومنت طبعا أراءكم كل شيء عن هذا التيزر. فنشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.